المشروع لانه عبر مع الوطن كله. عم تبر مع الوطن كله. وين صرتوا؟ حت نعم وين صرتوا؟ امبارح خلصنا الأبيات وجرود عكار العتيق جبال الارز فوق مشينا بارز الأبيات عملنا يوم المجوكل. اوكي من يوم كان في عدد كتير كبير. والجالية باستراليا معها خبر عن مشاريعكم؟ كل العالم معها خبر وعم بيحضرونا هلا باستراليا. بيحضروا على طول بيحضروا. اوكي بيحضروك بيحبوكم بيحبوكم كثير ما بيأثر لانه التوقيت مناسب. اللي بيحب برنامج بيلحقوا. مثل كنا ننطر لعبه فوتبول مثلا عندي انا كنت بحبس فريق ليفربول مثلا بانجلند اذا الجيم الساعه 3 الصبح كنت فيق بس احضر جيم وارجع نام. اللي بيحب شيء بيلحقوا حتى لو باستراليا. ايه ما هو على طول اذا بتحبي بدك تلحقي ما بيلحقك اللي بتحبي يعني الفرق الوقت والطقس والزمن كله. عرفت شو بقصد؟ انه شيء مثل الطابه يعني انا لانه رياضي وكوتش اللي 33 سنه سنه بلعب الطابه بقول لهم على طول الطابه بتروح ما نلحق الطابه ما بتجي لعندك بقى اللي بتحبيهم على طول بس تقولي بحب يعني انت بدك تلحقي. من هيك صرنا عيد وشادي الحج نحن صرنا على الهواء هلا بدون ما قلتوا لنا يعني ايه بس نشوف هيك رح يطلع منكم اخبار حلوه. بس خلينا نرحب فيكم توني عيد مؤسس نادي شباب لبنان الاسترالي اهلا وسهلا فيك. وسيده شادي الحج ضيفه الشرف بالنادي كمان اهلا وسهلا فيك شادي. وانتم كنادي ناشطين جدا ونشاطاتكم مش بس تقتصر مع الجاليه الاسترالي اللبنانيه باستراليا كمان بتجوا على لبنان وهيدا هدف زيارتكم هلا لتكريم الجيش اللبناني وشو هذا الجيش اللبناني بخمس مباريات رياضية كمان. يعني طبعا 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 نحن عملنا رياضي اجتماعي ثقافي ووطني يعني اتطورنا للعمل الوطني من بعد ما سنة 99 زارنا البعثة عسكرية من الجيش اللبناني 14 عنصر بين ضابط ورتيب استقبلناهم بسيدني وميلبن كانوا اجوا على استراليا بدعوه من نادي سيدني الارز ونحن استضفناهم بميلبن على عاتق نادي شباب لبنان. من وقتا بعد ما دخلت البعثه العسكريه ما قبلنا الا ما تفوت بوقتها كانت برئاسه العميد فارس الخوري البعثه العسكريه ما قبلنا الا ما يفوت الجيش على مطار ميلبن بالبدلات العسكريه. هي شو حلو كان المئات من اللبنانيين لانه عندنا جاليه لبنانيه باستراليا كثير بيحبوا الجيش عم بيستقبلون. ايه بالطبع لانه صحيح نحن كلبنانيه استراليه. وانت ابن مؤسسة عسكرية انت كنت بالجيش اللبناني قبل ما هاجرت طبعا الشرف وبقولها بكل شرف بفتخر فيها هيدي لانه نحن باستراليا حضرتكم هون بتقولي يمكن استراليا البلد يلي هو بعيد عن لبنان بس الجالية اللبنانية باستراليا هي الاقرب الى ارض الوطن. توني كيف التقيت مع شادية؟ شادية هي منا عضو بالنادي هي هلا ضيفة شرف معكم طبعا بس هي كمان من ابناء الجالية اللبنانية باستراليا وناشطة جدا. في اثنين جنون. ايه جنون من فيكتوريا وجنون من سيدني التقوا ببعضهم التقوا ببعضهم. خلي قول لي كيف بعد 31 سنه. قولي لي انت. انا بقول لك من ناحيتي انا توني زارني من فيكتوريا يلي ما بيعرف استراليا فيكتوريا بس بالسياره 12 ساعه بالسياره وبالطياره ساعه و20 دقيقه. اوكي انت كيف زرتها بالسياره ولا بالطياره؟ انا زرتها ماشي لانه كنا متواعدين نلتقى بس قصدناها بالطياره. اوكي المهم التقينا بعد 31 سنه. انا بشتغل مثل ما بتعرفوا قبل من سنه 2011 استضفتونا وحكينا جمعية ميراث البال وكمان من نشره تعليم اللغه العربيه مع اساتذه للغه العربيه للطلاب ليحفظوا هالتراث بيضلوا يتكلموا هاللغه الدارجه اذا ما قدروا يحفظوا الفصحى. توني سمع عن شادية وسمع عن شغلنا وعرف انه عنده مشوار على لبنان وقال لي بدي طعم هالمشوار الرياضي والاجتماعي وتكريمي للجيش لانه هو ابن المؤسسه العسكريه بشي فني بشي فني ثقافي تربوي لانه انت عم تشتغلي بهالمجال هيدا. ما بلشنا بالمؤتمر الصحفي بنادي الصحافه حبيت اعزي بيوسف الحويي الحقيقه كنت عم بتنسقي معه قبل ما توفى نسقنا معه ثلاث اسابيع من عزي كل الاعلاميين في فقدني الحقيقه بظروف كثير يعني صعبه جدا مفاجئة. وكملنا بالمؤتمر الصحفي وزميلتنا ليليان اندراوس كانت هي همزه الوصل معنا كمان اعلنا بالمؤتمر الصحفي انه بدنا نطعم هالبرنامج بعمل ثقافي. استضفنا اللواء العميد المتقاعد عبد الله وكيم يلي افتتح المؤتمر الصحفي بقصيده من كتابه يلي اطلقه مؤخرا اسمه هون لبنان هون الدنيا كثير حلو كانت قصيده بالدارج
طلابنا بالمغتربات باستراليا بيفهموها هاللغه القريبه للقلب، وهلا رح كمل هالمشوار بدنا نكتشف شو في بلبنان شعراء وادباء ما شاء الله كثار. هيدا ضمن ميراث كمان، لانه كل سنه انتم بتختاروا يمكن شخصيه فنيه لبنانيه كبيرة، وكل سنة بتكرموها، يعني عم نحكي فيروز، عم نحكي وديع الصافي، سلوى القطريب، كل سنة بتسلطوا الضوء كمان على شخصيات كثير. السنة عاملين مسرحيات كمان، هلا بنحكي عنه شوي، بس بدي ضوي على تاريخك بين لبنان واستراليا. بال 86 تركت لبنان، صح، وصار لك غياب متواصل 25 سنة، ما جيت ولا زيارة. جينا سنة 93، ما كنت حب اجي كزيارة عادية، يعني مثل مع احترامي لغيري، يعني انه بس اني زور الوطن. عملت بعثة رياضية وجيت سنة 93 بدعوة من نادي جديدي، نادي معروف كان على صعيد الوطن، شاركنا بأكثر من 14 مباريات فولي بول كرة طائرة. ومن بعد ما جينا ونجحنا وتعرفنا ودلينا، انه عملنا عدة اجتماعات مع بعض أندية لبنانية، ما كنت حب ارجع على الوطن الا ما ارجع. مع انه توني انت من برقاشة، يعني هالضيعه الشماليه هناك عاده، او اهالي الضيعه بشكل عام متمسكين كثير بارضهم ومتمسكين كثير بوطنهم وحريصين انه يزوروا بلدهم. ليش مين قال لك نحن بعاد عن الارض؟ نحن لو بعاد عن الارض اليوم مش موجودين بسوري على كلمتي ببرنامج وطني كثير كبير بنفتخر فيه. نحن قطعنا الاف الكيلومترات ب 47 شخص البعثه جايبينا على لبنان تنثبت للبنانيون انه نحن قراب للوطن ونحب الوطن. وانتم بصوره يوميه عن جد عم تتنقلوا، يعني تنظبط كنا وقت للمقابله ما كانت عم تزبط هالقد. عن جد برنامجكم حافل، وهالقد عم تلتقوا بشخصيات كمان عم توجهوا تحيه كثير كبيره لشهداء الجيش اللبناني. توني كيف عم بتم تكريم هالشهداء؟ بالنسبه لنا نحن اول شيء بس احكي عن المؤسسه او شهداء الجيش اللبناني، بحس في جرح جواتي لانه تركت البلد انا بحرب وما فيني اشوف عسكري او اي ابن مؤسسه عسكريه عم لا سمح الله، مش عن يموت، عن ينهان. المؤسسه نزفت كثير، وهي المؤسسه هي اللي نحن انا كابن هالمؤسسه بعتبر انه هي خشبه الخلاص للوطن، لانه هي الاساس اللي بتجمع الوطن بكل الوانه وبكل اطيافه. هذا انت؟ هي مع ابنه. هذا انت من زمان؟ هيدي قطعت هلا الصوره. اوكي شادية، خبرينا شوي عن نشاطاتك بين هون واستراليا. اي وحده منهم؟ بلش باللي بدك اياه، الاهم شيء. انت بتعلمي كمان بالجامعه، صح؟ صح صحيح، انا بعلم بجامعه سيدني يونيفرسيتي، بجامعه سيدني عندي ما فوق ال 65 طالب، ثلاث صفوف، كل صف تقريبا 22 طالب. نعلم اللغه العربيه الفصحى، والطلاب كلهم من خلفيه غير لبنانيه وعربيه الاكثريه. للاسف الشديد انه الطلاب من خلفيات عربيه ما بحبوا يتعلموا عربي، بيقولوا لك اللغه العربيه صعبه لانه بنحكي لغه وبنكتب لغه. بقى بتلاقي مثلا الاسيوي من الصين او مثلا من كوريا او من فيتنام بحب يتعلم عربي. والحلو فيهم انه ما بس بيتعلموا اللغه، بيستعملوها بشغلهم بعملهم، يعني بيكون عندهم طموحات مهنيه في المستقبل. انه مثلا في عندي ثلاث طلاب دبلوماسيه يمكن، لا بالسلك الطبي، الطبي بيشتغلوا بميديسان سون فرونتيير، وفي منهم استقالوا من شغلهم ودخلوا بمجال الطب حتى باستراليا استقالوا ليجوا يكونوا اطباء في منطقه الشرق الاوسط. هيدا الشيء كثير بيشرفنا ان نعرف انه قديش الناس من برا بتحبنا. ان شاء الله ننحسد شوي ونصير نحن نحب بعضنا. طيب بالمناسبات بالاعياد كيف تحتفلوا كجمعيه؟ كيف نحن كل سنه في عنا عمل فني ضخم. هالعمل الفني بيضم اكثر من 22 مدرسه بتعلم لغه عربيه، واللي بيعلموا اللغات العربية هن حديث اللغة، يعني بيكونوا من خلفيات لبنانية عامة. وكل سنة بنختار مثل ما قلت بيرات شخصية فنية. هلأ السنة حتى ما نختار شخصية واحدة، اخترنا مسرحيات فولكلورية، عملنا سلوى القطريب مع بنت الجبل، سنة عاملين كل المسرحيات الغنائية. كيف يعني أي متى رح تلحقوا تعرضوها؟ ب 20 أكتوبر المدارس صار لهم سنة بيحضروا لها.
سنة كاملة قدام لجنة حاكمة كل مدرسة مسرحية يعني كل مدرسة عاملين عرضين ديات عاملين غنائي ديات وعاملين كمان عرض مسرحي قدام لجنة كاملة بتختار أول تاني تالت وجوائز ما جوائز جوائز طبعا وهيدا يلي قربني من عمل توني. نادي شباب لبنان الأسترالي توني يعني. ولادك بيحكوا عربي؟ طبعا بيحكوا عربي بيفهموا عربي أساسا هلا يعني كل محطات العربي موجودة تشانلات كلها على طول أغاني عربي جونا لبناني بامتياز يعني مثل أي عائلة لبنانية بتحافظ على لغتها وعلى تراثها حتى الجروب الجايين عملنا اجتماع وقلنا نحن بس نوصل على الوطن ما بدنا نحكي انجلش يعني شو حتى لو حكينا عربي يعني حتى هالموضوع شادية معكم ممنوع تحكوا انجليزي بغنوا مجانا وعتابة والردات وتسمعي حتى لو حكينا عربي مكسر في معنى اكثر من 5 اشخاص الى 47 سنه وجايين على الوطن يعني هود بيحكي 3 كلمات هلا معكم هلا موجودين بالبعثة نعم موجودين وانا كنت حب هيك تسلط الاضواء انه هالمشوار نحن مش بس رياضه نحن مش جايين نربح شو بعد عندكم؟ هسه بعد عنا الليل ضد منتخب الجيش الكوذامة بملعب إميل لحود الرياضي عنا زيارة الجنوب عائلة الشهيد فرانسوا الحاج عنا جزين عنا قانا هسه عنا الجبل هسه عنا 5-6 أيام بعلبة لمتى باقيين؟ البرنامج بيخلص بواحد الشهر يلي بيكون في يوم احتفالي لشهداء الجيش اللبناني ببجي ضيعة بجي عند بإشراف وتنظيم العميد فارس الخوري لأنه نحن كل برامجنا بتنتهي شيء للجيش اللبناني وأنا بحب أضيف شغلة توني لو سمحت ممكن إنه هالدعوة إجت لنادي شباب لبنان الأسترالي من نادي القلمون النورث هايفن طبعا بس ما حكينا بشق رياضي سوري أنا كثير اكتشفت الشمال ما بعرف الشمال أبدا هيدا كان أكبر دليل انه يلي بيخلق بمنطقه بيبقى ابن منطقته انت من وين انا اساسا من قضاء جزين من ضيعه اسمها ايتولي بيت الحاج وافتخر اني اكون بيت الحاج من ايتولي وقد ايه لك مغتربه صار لي زمان انا سافرت ب 78 ولكن جيت عده مرات للبنان اخر مشوار كان بال 2011 لما رحت على نادي القلمون اكتشفت شو هالمكان الجميل شمال لبنان جميل روعة يعني هالضيع الصغيرة الموجودة هالشجر هالصخر ما بيشبه بعضه لبنان كله ولكن في معنى بطل عالمي فواز الأيوبي الرياضي بس فات على القلمون هالولاد يتحاكموا حوالي كلهم بيعرفوا بيقول لك تحت أي شجرة بأي ملعب قدام كنيسة كان في شبكة وكنا نلعب الكرة الطائرة الفوليبول يعني هيدا هدف كان نادي شباب لبنان الأسترالي اليوم يستعيد الفوليبول للبنان بحب ضيف شغل صغيري أنه فريق والمجموعة الموجودة معنا كله من أصل لبناني مثل ما تفضلت حكيت عن الرياضي فواز الأيوبي المعروف كمان عنا الرياضي المعروف على صعيد الوطن بيلعب درجة أولى جمال قنديل جمال قنديل ابن طرابلس هالإنسان كمان أعطى وإسا بعده يعني امبارح كان عم يلعب على البيتش فولي بول عندكم هون باسم النادي يعني نزلنا فريق غير كنا نحن بمناسبة والفريق الرياضي بمناسبة يعني في مطارح كنا نتوزع 3 أقسام تنقوم بالواجب تتلبوا بكل المباريات لانه في كتار مثل شافوا ضخامه البرنامج قالوا مش رح تلحقوا فيه بلبنان قلنا له لو بدنا نمشي على جرينا مشي ليل نهار بده يتنفذ والحديد الحديد هلا الحمد لله ماشيين على السكه المظبوط لانه نظام عسكري اوكي وكل ما انا خريج المؤسسه العسكريه ما في مجال للغلط وما في نوم ما في نوم انت عم تاكليها كمان من ورا برنامجهم وبعدين بكل منطقه في عنا ممثل للنادي هيدا شيء كثير حلو لا مركزيه اصلا بدي اقول شغله هلا الناس ما بيعرفوا بس انتم كنتوا عندكم جوله امبارح وتاخرتوا لسربتوا تقريبا على 3 ونازلين اليوم من طرابلس كثير بكير يعني وصلتوا لهون شبه غافيين هلا رايحين على الشمال وراجعين على الرياضه الساعه 3 بعد الظهر هلا راجعين هلا رايحين على الشمال وبدنا نكون الساعه 3 بنترك الشمال تكون الساعه 4 بملعب هلا لازم تناموا على الطريق يعني نمنع عنكم شوي نرجع من نام هلا وقتها انتم ما زالكم موجودين بلبنان ما زال ما في نوم
طيب عم تسهروا عم بتروحوا مطارح كتير. سهر الحقيقة ونهار. الحفاوي اللي قيمونا فيها اللبنانية يعني فعلا احنا طبعا لبنانية بس ولكن شيء جميل جدا يعني تعجبوا كتير بالقبيات مبارح حضرة العميد مودي له تحية تحية جورج نادر وجميع ويكاند كنتوا سبت أحد حلو كتير كان مشوار القبيات ولا مدام ليا العقوري لأنه لكن بصراحة جايين وخايفين بالأول جايين على وطن بتعرفي الأخبار برا بتوصل غير ما أنتوا هون نحن من وقت ما جينا لهلا اسا ما شفنا لا نيوز ولا شفنا التي في ولا شفنا شيء ما هو هيدا اهم من كل شيء لو يعني ما فينا نقول يوقفوا لنا التي في لانه ما عاد حضرتكم عندكم الشوت لا بس كل واحد بيركز على شغلته ما كان بيصير اللي بيصير بالبلد يوقفوا نشرات الاخبار على جمعه يعني يرتاح البلد يعني هيدي كلمتي انا طبعا وقت بحكيها بحكيها باسم رئيس النادي السيد بشار ابراهيم تحيه له بعكار اليوم بمناسبه اخرى هو الصبح وجميع اعضاء النادي الموجودين معنا من وقت ما دخلنا المطار حسينا عكس تماما ما كنا نسمع واللي انا او انا من الاشخاص اللي كنا انه مش عاتلين هم عجلة سير اليوم انا في عجلة سير بستفيد منها بفكر ببرنامج تاني بده يجي بده وقت درس بساعتها انا برد على ميلاتي نعم تفكير ايجابي بستفيد من عجلة السير اليوم ليش نحن ما نطلع على طول بالسلبيات نطلع انه على طول بالسلبي لا انا بتطلع بالسلبي بتطورها تصير ايجابي توني وشادي لحقتوا تزوروا ضياعكم؟ لا بعد انا ما زرتش جنوب توني زرت خالي بيتين من بيتنا اللي سبعة ايام بيجي بيتعتب علي ولو خالي الا كان سبعة ايام مش عم شوفك قلت له هلا مش وقت زيارات هلا وقت زياره الوطن اخر جمعه بخصصها للعائله بس يعني البرنامج مكمل لواحد الشهر بس انتوا باقيين اكثر من واحد باقيين انا باقي لنفسي ترتاحوا تاخذوا نفس نتفه طبعا طبعا بس في شغله كثير مهمه نسينا نقول انه شعار النادي هو من 32 سنة صار هذه 31 هلا رح تخلص حطينا مبدأ لبنان مذهبي لبنان مذهبي هذا الشعار يلي انطلقت فيه من تأسيس النادي من وقت ما أسستها وهذا يلي عطى لون وطني كتير كبير يلي منفتخر فيه وجمع من كل أطياف الوطن يعني اليوم معلش بنعلنها من هون في عنا بالبقاع قسم بالشمال قسم بالجنوب قسم ببيروت عم تتواصلوا عم نتواصل واجتماعات دائما موجوده وهن يلي نظموا البرنامج هون طبعا نحن حطينا البنود وهن يلي طوروا اخذوا مواعيد والى اخره اوكي نحن قد ما حكينا عن جد الوقت ما بيسمح انه نحكي كل شيء طبعاً بدنا نرحب فيكم بلبنان وباخبار صباح وتحيه لكل اللبنانيه اللي بيحضرونا باستراليا ومثل ما قلتوا لنا انه هن كتار بدي اشكر حضورك معنا توني عيد مؤسس نادي شباب لبنان الاسترالي والسيده شادية الحاج ضيفه الشرف بالنادي اهلا وسهلا فيكم ايه بدك تقول شيء بدي اقول شيء لابناء الجيل اللبناني باستراليا انه اشتقنا لهم يعني صحيح نحن بلبنان بس هن كمان اهلنا وبلادنا هنيك بنتشكرهم كثير للمؤسسات والاحزاب والجمعيات وكل من وقف مع نادي شباب لبنان ودعمها تنقدر نقوم بهالمشروع يلي نحن موجودين فيه اليوم ان شاء الله تشرفونا على البردوني حفلتنا الوداعيه امتى؟ ب 30 الشهر نبعث لكم دعوه هيدي دعوه عامه ما فيها شرفونا لازم اخبار الصباح اكيد نجرب نكون معكم بليز تكونوا معنا شكرا كثير اهلا وسهلا ثانك يو جوال ثانك يو بريك وبنرجع بنتابع حلقتنا خليكم معنا